محمد نبي وعيسى نبي والإرهاب يا النبي مش مني ولا منك. مفيش صاحب كلا يعمل الفعل الغبي. مفيش صاحب دين يحرق بيت ربنا. مفيش صاحب يجيب لأهله المحزنة. لو كان مليون سنة هنفضل زي ما احنا مسلم ومسيحي انا مصري يا عمنا. في الشدة اخوات وفي العيد فرحانين لما بنخش الكنيسة مش بيسألوا احنا مين. الإسلام المسيحية المحبة الهلال الصليب الجامع الكنيسة الحمد والمقدس مصريين ودي الحقيقة. نزل دموعنا على خطوطنا من اللي ضاعوا منا مصريين من غير ما نبص من قلبهم إلا عشان الدين لله ووطننا حتة منا. خسارة الناس اللي ماتت ألف خسارة. الناس اللي ماتت ألف خسارة طبعا. هي كانت حفلة كويسة امبارح. كان حفلة فيها عدد أكثر. كان في إمكانيات أكثر عشان كانت المكتبة وكده. والنهاردة برضه كانت كويسة. الحمد لله والحفلة كانت كويسة. هل لو أنت قرروا الفكرة دي ثالث مرة؟ يعني برضه أول ستارز والجماعة في حفلة واحدة؟ ده فوليوم 1 وهي هتبقى سلسلة بعد كده إن شاء الله. نطلع وأوت في الآخر يطلع شعار. مين قال نتكلم؟ ده مستحيل. يلا ننظف البلد. ما كله بيطلع في الحسين. بس احنا لسه ¡Gracias!
مكانها باقي وابقى حر من كل القيود اللي اتزرعت في دماغي. بعد حياتي بقيت واختار اسلوب حياتي فكل حياتي تغير عاداتها وتقاليدها تغير تعليماتها وتربيتها تغير انا مره من جوه الغلط غير ولا هي بعيش الغلط تبدا بتدور الغلط مع الحياه من الصغار يا اما نبقى ثوريه وانتم مجرد بتتحرك ونكون لك التغيير هل ولا حبيبك حتى تعرف ان التفكير الدين بدك تربحني بتفكرني لازم موقع بديل بس السنين كمان بتتحرك ما لسه مش هون قولي ابعد روحك عن كتابك انا بفكرك انا مقتول انا والكلام اللي طلع من حقيقي من القلب بيوصل بسهوله مبدئيا احنا ما كناش متوقعين اقبال الناس يبقى بالشكل ده بس يعني الحمد لله جمهور اسكندريه لحد دلوقتي لسه حاجه للهيب هوب لسه حابب ان الهيب هوب يبقى فيه ثوره ونقرب من بعض اكتر. الحفله جت في وقت مناسب لان في مشاكل كتير ما بين مغنيين الهيب هوب وبين بعض فالحفله يعني فكرتها ان احنا نقرب من بعض ان احنا كلنا اصحاب ان احنا كلنا عندنا هدف واحد ان الهيب هوب يفضل هو يعني مش شرط يكون هو النوع الاساسي من المزيكا بس يكون على الاقل ينافس مع بقيه الانواع. هو حفله اسكندريه كان فيها ناس اكتر ده غالبا عشان احنا الدعايه كانت متكثفه على حفله اسكندريه بسبب ان هي كانت اول يوم نسبيا الناس مش قليله الناس كانت كويسه جدا يعني كتير بس حفله اسكندريه كان اكتر. حفله اسكندريه حسيت ان الناس اللي قاعده بتسمع معظمهم بيسمعوا هيب هوب والمعظم الاخر بيغني هيب هوب فكانوا فاهمين جدا وكانوا مبسوطين جدا بالموضوع. علشان